أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة، سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. سننتقل إلى الوحدة الثانية للصف الثامن بعنوان في قصص الشعوب. سوف نتناول فيها فن القصة القصيرة، وسوف نتحدث عن القصة القصيرة بالمجمل، وأنها عمل أدبي يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة. يتعمق فيها القاص في تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها. سيكون هناك عناصر أو خصائص للقصة القصيرة، بما في ذلك الوحدة، المقصود بها أن تتضمن فكرة واحدة أو حدثا واحدا وشخصية أساسية، إضافة لواحد أو لهدف واحد، بهدف أن يصب الكاتب جميع إبداعاته في هدف واحد. ثانياً التكثيف، أي التوجه بشكل مباشر إلى هدف القصة ومبتغاها من خلال أول كلمة فيها. والدراما، وهي وجود مزيج من الحرارة والحيوية في القصة حتى لو كانت خالية من الصراعات الخارجية. وعلينا أن نتأكد أن هناك ما يسمى بعناصر القصة كالزمان والشخصيات والمكان والعقدة والحل. وبعد أن نتحدث عن المادة النظرية الخاصة بفن القصة وأنواعها وتقنياتها، سوف نبدأ بقصة وتروى الرياحين للكاتبة الدكتورة مي بنات. سنقرأ ونحلل عناصر وخصائص القصة مع الطلاب. وفي هذه الحصة سنقوم بقراءة قصة تروى الرياحين، قراءة تفسيرية واضحة فاهمة نعبر فيها عن الأساليب المستخدمة داخل القصة، بالإضافة إلى عناصر وخصائص الفن القصصي الذي يجب أن تتسم فيه القصة عند كتابتها. وفي هذه الحصة سنبدأ بحل ومناقشة أسئلة المعجم والدلالة ودلالة لنفسر معاني الكلمات التي وردت في النص، وحتى نكتب أو نوظف كلمات في جمل مفيدة، ونبحث عن معاني قابلة للفهم في النص للكلمات المحددة. وهكذا عزيزي الطالب، نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه من مادة في القواعد حول الفعل المضارع، ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب، فن المناظرة، نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعاً سعيداً وموفقاً أتمناه لكم. إلى اللقاء.